ملخص درس الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كما قلنا انه كتكون من الدماغ، اللي هو كتكون الدور ديال من المخ، المخيخ، البصيلة السيسائية، كتجي تاع الدماغ. ثم الجهاز العصبي كيتكون ايضا من النخاع الشوكي، اللي هو مرتبط بالدور ديالو بالدماغ عبر روابط عصبية اللي تتبان بالأصفر. المكان ديال النخاع الشوكي هو موجود في العمود الفقري. أيضا كما تشوفوا أنه كيفاش أن النخاع الشوكي هو مرتبط بالخلية العصبية اللي كتنتشر عبر الجسم كامل حتى في الأماكن الداخلية، يعني المناطق الداخلية اللي كاينة في الأعضاء العضوية الداخلية ديالنا كالمعدة، الرئة، الكليتين إلى آخره. هناك تشوفوا كيفاش أن النخاع الشوكي هو مرتبط بتلك الخلية العصبية اللي كتنتشر عبر الجسم. كأطراف الجسم كتكون منتشرة فيها تلك الخلية العصبية. هانتوما كما شفتو هنايا هي كيفاش العلاقة ما بين العضلة وتلك الروابط الحسية الشعورية، هي هادي، هي وسط من العضلة كتكون باش كتسمح بأن يدوز، يكون واحد الترابط ما بين المخ، النخاع الشوكي، وكامل الشعيرات العصبية اللي موجودة في الجسم تاعنا. سلام.